احنا بنبقى متعودين اول الاسبوع ونهايه الاسبوع ان احنا نجيب على التليفون معانا دكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه عشان نعرف يعني الاسبوع بدايته هيبقى عامل ازاي ونهايته او الويكند هيبقى عامل ازاي. دكتور محمود صباح الخير على حضرتك. طبعا صباح الخير يا استاذه نهاوند، اهلا بحضرتك طبعا وكل الساده متابعي البرنامج ومشجعي النادي. رحب بيك، وزي ما احنا متعودين معاك بقالنا من بدايه تقريبا البرنامج بنحب نعرف كده ونطمن دايما في نهايه الاسبوع عن احوال الجو والويكند، وهل هيشهد برضو زي الويكند اللي فات واللي قبليه يعني انخفاض في درجات الحراره ولا الوضع هيكون افضل؟ اتفضل يا دكتور. لا الحمد لله، يعني الويك اند ده يعتبر اخر ويك اند في فصل الشتاء. الحمد لله الشتاء بيختم معانا الويك اند. هو ليه الحمد لله؟ طيب يعني ليه الحمد لله برضو؟ ان مفيش تقلبات يعني هتعرفي تخرجي بقى حضرتك. ماشي، مش عارفه ليه الناس كده تقول لك الشتاء خلص الحمد لله. طيب كمل يا دكتور. استمتع بقضاء الويك اند كويس، يعني ماشي، في مشاكل مش اي حاجه هتعوق خروجهم. درجات الحراره هتبدا تتحسن، انخفاضات شديده درجات الحراره اللي بنشوفها في فترات الليل هتبدا ترتفع شويه، ارتفاعات طفيفه في درجات الحراره اعتبارا من بكره الخميس. هيبدا معانا فصل الربيع يوم الاثنين ان شاء الله 21 مارس. كل سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيب يا رب. نجي الام طبعا، كل سنه وحضرتك طيبه وكل ام مصريه بألف خير. الاجواء هتبدا يعني درجات الحراره تزيد شويه، ترتفع فترة الأسبوع شهر درجات الحرارة اللي بتسجل 16 و15 درجة مئوية على شمال البلاد هتبدأ تتجاوز ال 20 درجة. هتتراوح من 20 إلى 22 درجة مئوية خلال الويك إند وبداية الأسبوع القادم. في جنوب البلاد أيضا هترتفع شوية درجات الحرارة، تصل إلى 24 و25 درجة مئوية. هتبدأ السبورة المائية في الظهور، ولكنها الحمد لله سبورة عادية ليست كثافة تعوق حركه السفر على الطرق. هتهدأ نسبيا سرعات الرياح اللي بتزود احساسنا خلال هذه الفتره بانخفاض درجات الحراره، يعني الى حد كبير هتبدا الاجواء والتقلبات الجويه تستقر شويه لحين طبعا بدايه فصل الربيع، ونشوف بقى الاجواء في فصل الربيع لان تقلبات جويه حاده وسريعه مهم جدا لمتابعه المناطق الجويه فيه طبعا. طب انا عايز اسال حضرتك تقييمك لفصل الشتاء السنه دي، يعني هل كنت بتشوف ان فصل الشتاء كان عدى علينا مقارنه بالسنه اللي فاتت على سبيل المثال في نفس البروده ولا الوضع اختلف شويه؟ طبعا احنا عارفين العلاقه مرتبطه برضو بتغيير المناخ اللي كل سنه يمكن نتائجه وتاثيره بيكون على الارض واضح، فخلينا نعرف من حضرتك. هو حضرتك طبعا احنا لو قيمنا فصل الشتاء في هذا العام 2022 بشتاء 2021 هنلاقي طبعا ان في معدلات درجات الحراره كانت اقل، خاصه درجه الحراره الصغرى. انما لو قارناها بسنين قبل كده زي 2020 فهنلاقي كان في درجات حراره اقل كده في 2020، ولكن استمراريه انخفاض درجات الحراره في 2022 في عدد الايام اكثر طبعا من استمراريته في 2020، رغم ان درجات الحراره في 2020 كانت اقل. بتقول ان درجات الحراره في 2022 انخفاضها كان بيستمر لعده ايام. فيعني التقلبات الجويه زي ما حضرتك ذكرتي طبعا والتغيرات المناخيه هي دي كلها عامل كبير ومؤثر. صحيح. الظواهر الجويه اللي ممكن نشوفها في لازم في الشتاء ولكن في كل مظبوط. بس هو موضوع تغيير المناخ ده دكتور محمود يمكن اتكلمت انا وحضرتك فيه قبل كده يمكن من سنه تحديدا، بس هو امر او ملف في غايه الاهميه ودول بتعمله مؤتمرات دوليه يعني وبتشارك فيه، بس خطورته يمكن لسه على المدى البعيد مش المدى القريب، ولكن خطورته كارثية يعني له نتائج قد تصل لغرق بعض الدول لاختفاء بعض الكائنات. ده لو حضرتك برضو تصلح لي. فلا ملف صعب او ملف مهم جدا خلينا نقول. طبعا يا فندم، يعني احنا دايما بنقول ان التدخل السافر للانسان في المستقبل التحمل البترول والوقود العبوري كان دي نصيب اكبر في الملوثات اللي موجوده في الغلاف الجوي. صحيح. وطبعا دي نتيجتها، ده اللي يعني زي ما بيتقال دايما الانسان حارب الطبيعه، الطبيعه بدات تحاربه. يعني ما فيش كلام انه ملف خطير جدا بيتحكم في مصير دول واقتصاد دول.
سواء دول ناميه او دول عظمى، فمهم جدا الاهتمام بيه يعني السنوات الاخيره او السنه الاخيره تحديدا في اهتمامات من عديد من الدول بهذا الملف. فربنا يسهل بس ويعني يصدقوا في كلامهم خصوصا الدول العظمى عشان اقتصادهم طبعا يتاثر كثير من القرارات دي. فمهم جدا ان احنا نتكاتف كدول عالم عشان نبدا نحسن من الاجواء للاجيال القادمه، مين احنا للاجيال القادمه. صحيح. انا بشكرك جدا دكتور محمود على هذه المداخله، شكرا ليك، وان شاء الله ويك اند سعيد علينا جميعا نتمنى.